تراجع اليورو وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، بينما صعد الدولار رغم توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيوقف دورة زيادة أسعار الفائدة. للشهر الثالث على التوالي ساهم انخفاض غير متوقع للإنتاج الصناعي الألماني بضعف اليورو، ورغم أن الهبوط كان طفيفا إلا أنه أبرز المخاوف بشأن حدوث تباطؤ. يعاني المصدرون في ألمانيا من ضعف الطلب العالمي والخلافات التجارية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.